أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. إنه ليوم أغر سعيد، نلتقي بثلة من خيرة الشباب وصفوة البلاد، نلتقي لمشاركتهم فرحتهم وننزلهم منزلتهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في هذه الليلة الهانئة ببركة القرآن الكريم الشاهدة على شرف المنافسة بين الأقران، وبهذه المناسبة أوصي نفسي وإياكم بالتمسك بكتاب الله تعالى والعناية به والإكثار من تلاوته ومراجعته. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.